تجربة وخسر وفشل ثم انخاض وفشل ثم انخاض وفشل ثم انطلع وهو جالس إلا النملة تشيل لها حبة رز وتصعد وتطيح. الله أكبر. وتصعد وتطيح وتصعد وتطيح لين يمكن الظاهر حسب لها 90 مرة أو 99 مرة، ثم في المرة 100 صعدت بهذه الحبة الأرز. ولا أبو محمد؟ هذه الاستفادة، الحكمة اللي يلهمها الله سبحانه وتعالى لهذا العقل وهذا البشر، هي الفائدة الأولى. يعني قد يكون الإنسان ما عنده شيء من الحكمة ولا عنده شيء من البصيرة ولا عنده، ولكن الله سبحانه وتعالى تولى أمورنا. نعم. يعني أنت وأنا والثاني والثالث نعيش على ما قدر الله لنا، ولكن محاولتك وظنك وتلذذك بالحياة، التجربة والثانية والثالثة والرابعة، هو تلذذ وليس يعني من أجل إلى أنك والله أنا بحاول أكسب. ما تكسب إلا ما كتب الله لك. الله أكبر. ولكن المحاولات اللي أنا أحاولها هذه حقه، هذا التلذذ اللي أنا أعيشه. يعني لو قلنا الآن في تلاوة القرآن ونأخذها كلنا، ترى فكرة إلى أنها تلاوة ألم نشرح لك صدرك، يمكن واحد ما عرفها ويقراها أول ما قرأ ألف لام ميم وألف لام ها ألم نشرح، شبيهة يمكن يقول ألم ألف لام ميم نشرح لك صدرك. نعم. لكن أنك أنت مع التعلم ألف لام ميم وألم نشرح وأخذتها ودرستها اليوم الأول واليوم الثاني حتى ركز دخلت في مخك وحفظتها. يا سلام. كم كررتها من مرة؟ 10 20 حتى حفظت ألم نشرح لك صدرك؟ نعم. كلها بأجورها، ولا تأخر فهمك وحفظك لها إلا لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعطيك من الأجور ألف ها حسنة ولام حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. إن الله سبحانه وتعالى أراد أن تكررها 100 مرة حتى تحفظها، وفلان مجرد مرة واحدة سمعها وحفظها. فالله سبحانه وتعالى أراد لك فضل سرعة الحفظ، وأراد الفلان الفضل لسرعة لكثرة التكرار. ما بكلنا نحفظها، كلنا نحفظ لما نشرح لك صدرك. صحيح. ولكن منا من حفظها من المرة الأولى، ومنا من حفظها المرة الثالثة والعاشرة والعشرين، وفيه ناس مساكين عندهم صعوبة الحفظ فما حفظها إلا بعد 50 و30 مرة. صح. فالله سبحانه وتعالى أراد لي الخير وأراد له الخير وأراد لك الخير وأراد للجميع الخير، لأنه كررها هذا مرتين وحفظها وبقي له أجر التلاوة الجيدة. وأنت اللي ما حفظتها سور أخرى ثانية، أحيانا يكون في صعوبة نطق هذا الحرف علي وعليك. الله سبحانه وتعالى عندما أعطى كل إنسان رزقه وأعطى كل إنسان، وليس الرزق ترى في المال وفي الذهب والفضة، إنما الرزق في الأخلاق، وإنما الرزق في العلم، وإنما الرزق في الأولاد، وإنما الرزق في القناعة، وإنما الرزق في يعني كثير هالأرزاق في الزوجة، في الزوجة، في حتى في أن الله سبحانه وتعالى جعل فلان يعيش في أماكن نازلة فيها الدفء والحرارة، وناس عايشهم وأنزلهم منازل رفيعة فيها البرد وفيها وهذا يتحمل وهذا يتحمل. هذه أرزاق من الله سبحانه وتعالى. أنا وأنت والحكمة اللي أعطانا إياها الله سبحانه وتعالى، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وهذا الخير اللي أنت تعيشه، الحكمة هي لأني أعرف كيف أتعامل مع الآخرين. والحكمة مو بلأني والله مثل ما قالوا ها هذا اتركه هذه حرمة ولا هذا، لا. الرسول صلى الله عليه وسلم سأل عندما في صلح الحديبية أو في عندما حلق وقالت قال يا أم سلمة قومك ما يعني عصوني، قال تبدأ أنت تحلق يا رسول الله، فحلق الرسول وتسابق ويأخذون شعره. الله أكبر. الحكمة يعني ما هو من 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 عند الرجل لوحده أو لا، ولا عند الطفل ولا عند الصغير ولا عند الكبير، عند الحيوان أحيانا تأخذ الحكمة من الحيوان. الجمل في صبره، الجمل في عطائه، الجمل في مشيته، الجمل له تستفيد منه. البقر، الحيوانات الأخرى، الحصان في عطائه في بذله. يعني هل يقارن فداء الحصان بفداء بعض الرجال؟ هل الحصان ولا الفرس تعطي أقوى من الرجل؟ يعني قد تكون شجاعة الرجل من شجاعة فرسه. صح.
وهذه احيانا نحن حتى مع تعاملنا مع الحيوانات نقتبس شيء من اخلاقها، نقتبس الانفه من الخيل، ونقتبس القوه والجلاده من الابل، ونقتبس اللين من الغنم، وهذه وهي من حيوانات. الثانيه لان الحكمه اللي اعطيتها انت، أنت تقدر تستفيد من حتى من الحديد والنظر إلى الحديد، تستفيد من الحصى والنظر إلى الحصى، تستفيد من، لكن يبقى عندك هل أنت مهيئ إلى أنك تستفيد أو لا تستفيد. والله سبحانه وتعالى ما خلقنا عبث وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة هي التفكر، هي اعرف وش أنت. هل العبادة فقط إلى أني أصلي وخلاص؟ لا، مع العبادة يجب أن يكون عندي تفكر. أنت تقرأ القرآن وتكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مكملات آمين، طيب وبعدين ما فعلت أنت شيء، ما عرفت من أنت واقف أمامه، من تقول الحمد لله لمن؟ الحمد لله رب العالمين. فهذه الحكم اللي ناخذها والفوائد اللي ناخذها، أنت تأخذ مثل النحلة تمر على كم زهرة وتطلع لك بجرام جرامين عسل، وهذا هو الحال اللي أنا أعيشه وأنت تعيشه. ما لو كانت أنا ما أخذ من هذا وما أخذ من هذا، ما طلع عندك الروائح ولا طلع عندك الطعم ولا طلع عندك. وإلا لو كانت حتى في معيشتك، إذا أنت ما تجمع الحب وتطحنه، ما راح تأكل الحب على ما هو عليه. منا من أكله مطحون، منا من أكله مجروش، منا من أكله أقل في 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 طحنة. حنا نختلف ونستفيد من الآخرين في طرق أكلهم، في طرق عبادتهم، في طرق معيشتهم، في طرق يعني عدة فوائد من يعيشون حولك. فثق تمام الثقة. لو نظرنا إلى الصلاة حتى ألا لا نتشبه بالحيوانات، هذه من الحكم، لأنك تأخذ منها ولا تعمل مثلها. صحيح. وفذلك في النهي عن الشرب من الكراع أو من بتنزل برأسك على الحوض أو على الطاسة الكبيرة، تنزل إنما ترفعها وتشرب بالشفة، لا تشرب شرب الحيوان. فهذه من الحكم اللي أعطاناها هذا الدين وهذا التشريع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. آمين. آمين. اللهم آمين. البارح أنا وأبو عبد الرحمن، وكنا أبو عبد الرحمن يقول لي 3 أسابيع ما رح. إي والله تأخر علينا. طمنا عليه. إن شاء الله بكرة إن شاء الله نجي. يا مرحبا والله مسهلا. يا مرحبا والله مسهلا. يا مرحبا أبو سعد. الله يبارك فيك. الله يحييك. أشوفك ماسك السبحة ومجهز لنا قصة ولا قصيدة ولا ها. أبشر بالخير. الله يجزيك. وجهك أول الخير.